بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل لكم كفته جمبري باذن الله. معانا رز ابيض مطحون، مغسول ومطحون اهو. معانا هنا جمبري بس جمبري مش صغير. نعم، معانا هنا بصل وثوم وكزبره خضر، البهارات ملح فلفل كزبرة ناشفة وكمون، منكترش بهارات عشان ما يغيرش طعم. هناخد دول نضربهم في الكبة مع بعض ونرجع لكم تاني. ده كيلو رز بعد ما طحناه، شلنا منه شوية عشان لو العجينة ما تبقى سايحة قوي او حاجة. هنا الجمبري والخضرة والبصل والثوم فرمناهم مع بعض، هنحطهم هنا نقلب ونشوف. نحط كده بسم الله. وبرده ما نحطهاش كلها عشان لو طلع سائل. صلي على محمد. عليه الصلاة والسلام. هنحط عليها البهارات كلها على بعضها كده، نقلبهم ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، نقلبها ونرجع لكم. هنا خلصناها عجنة، بقت طرية خالص اهي حلوة. وعايزة اقول لكم ان فاضت منها، يعني انا عملت كيلو دقيق والخلطة اللي عملتها دي فاضت منها. دي بقى احط عليها شوية بقسماط وشوية دقيق صغيرين وهوريها لكم هنعمل فيها ايه. دي الكفتة دي بقى نصبحها، نعملها صوابع. بس انا بعمل بايد واحدة، معلش. صبحها وريها لكم بالشكل ده، ورجعنا لكم تاني كده بعد ما صبعناها. ولسه دول كمان بس نعملهم دلوقتي. ومعانا الزيت على النار نحمر فيه ونرجع كده. كده حبايبي حطينا على النار اهي، نحمرها الاول وبعدين هنعمل فيها. دي كفتة الجمبري الدمياط، جمبري ناعم صغير مش كبير، لان الكبير ما ينفعش في الكفتة. حمره وورها كده يا حبايبي على النار اهي. كده احمره، ما نحمرهاش قوي لان لسه هتستوى في الطماطم. نطلعها وورها. كده خلصناها اهي، ولسه معانا كمان شويه دول. هتقولوا لي بقى، شايفه واحده انا كانت بتسالني ازاي يا ام زكريا بتقشر الجمبري الناعم ده؟ هقول لك، انا ما بقشرش جمبري عشان ايديا عندها حساسيه في ايدين، الجمبري بتوقف. فاختي ربنا يخليها لي يا رب ويديها صحه كبيره، ام اسلام تخصص لي الجمبري وتجيبه لي جاهز وانا بعمله. هنروح بقى نعمل الطماطم واوريكم هنعملها. هنا معانا البصل على النار، معلقتين زيت بس خفاف لان طبعا هي مقليه في الزيت، وما نحمرهاش قوي. ننزل عليها بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي
على محمد صلي على محمد صلي على صلي على محمد صلي على محمد. معانا هنا التوابل، فلفل وبابريكا وكمون وملح وحبة سكر صغيرين، عشان طبعا الحاجات المسبكة بيبقى فيها ايه لهلبة شوية. خدي قلبي. حاضر، هنحط البهارات تستوي ونرجع لكم. هنا الطماطم السبيك تاني، هنحط عليها الكفتة. بسم الله. هنا حبيبتي اللي حطيناها اهي تستوي وهوريها لكم. هنا بقى الحتة اللي بقت اللي فضلت هحط عليها بقسماط ودقيق، رش على البقسماط ملح وفلفل بس، هلخبطهم في بعض وراها. صلي على محمد. كده بعد ما عجنناها، بس نسيت اقول لكم ان هي بتحط عليها يعني معلقه بودر صغيره، بيكنج بودر، عشان ما تبقاش مكتومه، لان دي هتتقل. هنقلبها ببعض. صبعناها اهي بعد ما عملناها، هنقلها في الزيت ان شاء الله. نحطها في الزيت. بسم الله. هنا حبايب قلبي خلصت خلاص وغرفناها، دي اللي بالصلصة كفتة الجمبري بالرز، وديت كفتة البقسماط بالجمبري المقلية. يا رب تكون عجبتكم، ومعلش ان انا طولت عليكم، بس لازم تعرفوها بالتفصيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، صلي على محمد عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله. صلي على محمد.